يعني كانت شي كياسة طبيعة الحال، كانت الحين كانت كياسة من القيادة العامة وأنهم طريتوا شوية وخلوا الأمور تاخذ مجراها قانوني. قانوني والمغربي بطبيعته مسالم، ولكن إياك ثم إياك من الأسد النائم. المغرب راه كنسميوه الأسد النائم، ماشي إنسان كيسد عين ويحل العين، ماشي غافلين. غير هي مسألة ديال مسألة إنسانية، هذوك الناس اللي باقيين تحت الحصار تندوف في كاين بدو نديرو المراقب الجزائري راه شادين هما صح. زميلي السلام عليكم. وعليكم السلام خير. زميلي كما كتعرف بان ليلة السبت كل احد تعرضت مدينة سمارة الى عمل ارهابي من بعد ما تم القصف ديالها الصواريخ من طرف اصابة البوليس. انت كاعلامي او كمواطن مغربي كيفاش شفتي هذا القصف؟ اكيد القصف الا بغينا نشوفوه ان حلو يعني كتحليل استراتيجي، فيمكن يعني اخذ بعين الاعتبار مساله التوقيت والمكان، يعني الزمان والمكان. التوقيت كان بالنسبه يعني جاء بين ليله السبت والاحد، ولكن هذا ماشي هو التوقيت. التوقيت هو بعد الاعلان عن تنظيم كاس العالم 2030، والتوقيت الخطير هو لقاء الاقجاع ب ممثلي الحكومة الإسبانية والبرتغالية من أجل قراءة بيان ختامي لكأس العالم إلى غير ذلك. يعني من بعد 24 ساعة جات الضربة. المكان فهو سمارة. سمارة كما كتعرفوا هذا موقع استراتيجي بالنسبة للمنطقة يعني الصحراوية، فهو منطق يعني بالنسبة للمملكة فربما المملكة فهو منطقة استراتيجية اللي كتبلغ يعني عدد السكان ديالها 66 ألف نسمة، يعني كاين واحد الكثافة السكانية اللي اتخذت بعين الاعتبار أنه غيكونوا ضحايا، يعني غيكونوا ضحايا كثار، لأن قد فينا كتبين قصف عشوائي، لان باش تقصف يعني بهذيك الطريقه يعني ثلاثه ديال الصواريخ مره، يعني نورمالمون خصهم يخرجوا من الرجيمه، والرجيمه ما كتقذفش يعني اقل من 20 صاروخ كل تقريبا، قول تقريبا واحد 15 ثانيه حتى 20 ثانيه. ولكن هذا كي موبيل كتلقى يعني هذه جيبا كيديروا فيها صاروخ، هو صاروخ روسي الصنع اللي كتطلق من اماكن مختلفه. تقدر جيبا تطلق صاروخ هنا وتزيد واحد شويه وتطلق صاروخ، يعني كان كنقذف عشوائي ما كانتش اماكن يعني مستهدفه محدده. هذا من اجل يعني زعزعه واحد الاستقرار ديال المنطقه، وبالتالي التاثير وتهيج الراي العام فيما يخص يعني على ربوع التراب الوطني وكذلك اوروبا. هاد الناس اللي سنيتو معاهم اتفاقيه اللي نظموا كاس العالم كذا، راه عندهم راه دخلوا، راه كاين الارهاب، كاين الصواريخ، كاين الحرب الى كذا. هذا لا يجدي نفع، لان علاش؟ لان كما كنعرفوا من 91 كاين واحد الاتفاق ديال الامم المتحده انه بوقف اطلاق النار. الحدود الساعه لم يتم يعني لحد الساعه كيبان لي لحد الساعه هاد الناس يعني مازال محترموش يعني الشروط الدوليه، فما بالك بالشروط الداخليه. ناهيك عن مجموع المضايقات للإدارات ولا المواطن اللي في سماره ولا في العيون الى غير ذلك، وهذا كان واضح من خلال البيان ديال السيد الوكيل العام ديال مدينه العيون بفتح يعني تحقيق من تحقيق فيما يخص يعني التقنيه وكذا باش 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 تم القصف الى غير ذلك، مع تواجد من رسول اللي رفعوا تقرير اللي في توفيق كما شتي هذه تقريبا واحد يومين. الاشكاليه انا ماشي اشكاليه، الاشكاليه ما هو الدافع لهذه الضربه، راه قلناه. الاشكاليه في الطرح. الدافع اللي كتقصد هو ان المغرب غينظم واحد كاس العالم، وهنا البوليزاريو باغي يبعثوا واحد الرساله بان راه ما كاينش الامن هنا في المغرب. البوليزاريو ما هي الا اليه من الاليات اللي كيشتغل بها النظام الملعون اللي كنعرفوه حنايا انه خبيث من خلال التحركات ديالو، كما دارينا في اوتيل اسني في مراكش التسعينات ديال القرن الماضي. هو دابا كيحرك لنا دائما من اجل نضرب بهذا القطاع ديال السياحه، هو كيحرك لنا دابا اليه من الاليات ديالو، واحد كما كنقولوا واحد امتيت روتوش ديالو هوايا ضروري كيخلي، لان المجرم دائما كيخلي البصمه ديالو. كيف يعقل ظهور حركه اربعه ايام ابناء المجاهدين، واحد ملتم تيقول لنا حنا غنقصبوا كذا، حكا راه منشقه على البوليزاريو كذا، ما يمكنش، لان كما كانش البوليزاريو عنده صباعات ماك، يعني كما كانش علاقه بيننا، كان مخطط سابق للمخابرات الجزائريه بطبيعه الحال حتى الرضيعه ديالها، انا نقول رضيعه اللي هي البوليزاريو بطبيعه الحال. يعني واش بغيت القصد انهم يديروا لك يعني واحد المتفجر في مدينه او غير ذلك؟ لا، ايش دوك من الصباع اللي كيضرك؟ ها هما مشاو للابناء ديالنا وحرضوهم. انا يعني بالنسبه لنا حنا دوك ابناء ديالنا راه حرضوهم وكيهيجوهم علينا حاليا بانتفاضات ومسيرات الى غير ذلك في المنطقه الجنوبيه. لماذا؟
باش يخلقوا لك دائما داك النوع ديال التوتر بالبلاء اللي غاردين واحد ضرب قطع السياحي. كيقول لك الناس اللي سينتوا هم كونفونسيون كاس العالم، ها انتم شوف واش عندهم. والجزائر راجع اللور، ماشي جزائر يعني كما كنقولوا كمجتمع او لا، كنظام ديكتاتوري محض. لو كانت الجرأة عند البوليزاريو تبرع، مش ضربيان تبرع من هذيك الضربة، لا علاقة. سكتات زميل يونس على ذكر ان البوليزاريو التحريض ديالها بالنسبة ل كما كنقولوا التحريض ديالها للساكنة ديال الصحراء وعدم استجابة الساكنة لهذا التحريض هذا، ما كنتش بانه هذا فشل 100% ديال البوليزاريو صراحة. هنا غنخدموا المنطق، يعني اللي كنا كنحسبوها بالعقل. دابا انت واش غتخلي دار وطريق حمام مدرسه وليداتك الثانويه يمشيو يقراو في تنميه العالم يتحدث عن التنميه، وغتمشي تعيش في مخلفات القرن 15 في خيمه ومعزه ونقاح داك تيم بو با صاحبي. يعني منطقيا يعني مثلا تكلموش حنا دابا على يعني جغرافيا، واش الناس يعني في الجنوب او الشمال او الشرق او الغرب واش باقا كتسكن النواله؟ راه الكلب ما بقاش كيسكن في النواله، شتا عليه ما يمكنش الانسان ما يقبلهاش على راسو. علاش؟ ما وجود يعني بوادر التنميه والمنطقه الشرقيه عرفتيها كي دايره، المنطقه الجنوبيه عرفتيها كي دايره. بوادر التنميه ربما ما كاينش عندك شي، ما عندناش هنا في كازا تحليه مياه البحر الى قيامك حدا صاحبي، مجموعه من قنصليات ادارات الى غير ذلك. هاد الناس انا بغيت نفهم هاد كما كتقول لي، ذكرت واحد الكلمه مزيانه ديال التحريض الى غير ذلك. فهذا ماشي هاد الوسائل ديال الضغط ماشي وليدات اليوم، شي راه شحال هادي وباقي دابا الحد. يعني كتاب على الجدران القذف بالحجاره، هذا الان كنتحدث عن القذف بصواريخ. يعني الامور كبيره على دوك اللي كيهزوا احتجاج ولا فيتا، يعني امور مخطط لها دوليا. خلينا في الارهاب، لان ملي كتستهدف مدنيا فهذه تعتبر مجرم حرب. قتلتي الناس بحال كوك فابور، علاش؟ ما قال لك داك المعلم ولا دوك الناس غالي في الامر، غالي افضل. قبل تصحيح المعلومه زميل يونس، هو ان الشاب كان غادي يطلب يد بنت خالته وهو كيبلغ من العمر 23 سنه وكيعيش في فرنسا. كانت جلسه ديال العائله اللي كانوا غيفرحوا بها بالخطوبه ديالو على بنت خالته، لكن شاءت صواريخ البوليزاريو ان تنهي هذا الحفل بالدموع. الاشكاليه في الطرح اللي كاينه حاليا، وهنا اللي كنطرحوا تساؤل، يعني هذا الشيء ما غاديش يمر مرور الكرام بالنسبه لهذه الصواريخ هذه. فالمرجو اعاده النظر في المجموعه، يعني من كما كنقولوا من المعطيات ومن البيانات. في علاقه ماذا؟ في علاقه البوليزاريو مع النظام الجزائري خلال المساعدات الى غير ذلك. انا كنحملوا المسؤوليه، كنحملوا الامم المتحده. لا يمكن، لان هذيك المنطقه من الامن السلام في العالم بطبيعه الحال، لان المغرب خصو يرد. قال لك اذا كان بيتكم زجاج فتقذفنا بالحجاره، كيفاش انت تضربني انا ما نردش عليك؟ انا وخلاو الامور تاخذ يعني منحى قانوني اعتبارا القانون الدولي. وراك شتي اش وقع يعني بالنسبه لي، يعني التقرير ترفع المنور في الامم المتحده، راك شتي النتيجه ديال الامم المتحده وشتي الرد ديال الامم المتحده. فهنا كنقول لك انا يجب نرجع للنقطه اللي هي نقطه مهمه، خصني نرجع مجمع البيانات والمعطيات الثمانينات والتسعينات والالفينيات واليوم من هذا. علاقة النظام الجزائري البائي مع البوليزاريو كجماعة إرهابية، يعني خصها تصنف كجماعة إرهابية. المطالبة بحكم الذاتي، راه المغرب اللي مقترح ديال المغرب اللي كان إقامة الحكم الذاتي، راه حنا اللي طالبين حنايا إقامة الحكم الذاتي. حسن الثاني الله يرحمه هو اللي نطق بهذه الكلمة. علاش؟ إطار الجهوية، لأن هذا الشيء هو كان يعني كنتنبأ ليه اننا نوصلوا ليه. الاطار الجهويه فيما يخص يعني البعد التنموي المستقبلي الى غير ذلك، بخلق مجموعه المنشات هذه الطريق هذه شي شواده. تبدلت الوقت، الشاب الصحراوي كنقولوا صحراوي راه ماشي عنده دوله ديالو، لا راه مغربي صحراوي بحكم هذا اسم جغرافي، بحكم انتماء ديال المنطقه الصحراويه. ملي كنقولوا انسان شرقاوي راه كنت من الشرقاوي غرباوي كنسمعوها دابا كيو كذا من كامل الغرب. هذا مصطلحات جغرافيه ما عندهم حتى شي علاقه بالهويه، الهويه فتبقى المغربيه. ما كاينش هنا صحراوي
ديال الصحراء الغربيه او الصحراء الغربيه الصحراوي موظفين مشاو في الستينات والسبعينات ولدوا تماك ولادهم ولدوا شنو نقولوا عليهم اهو تيضرب لك النادي المحليه بحال جبت مازير تيبدا يهضر لك بالشلحه اش تقول لك اش يقول لك انا لا انا راه عدين عندي الهويه ديالي خاصه بيا بنمين وهذا اللي كيميز هذا اللي كيميز المغرب ان الكل يفتخر بجذوره طبيعه الحال والاشكال قلت لك في الطرح يجب مراجعه ويعيدوها مجموعه من البيانات والمعطيات وهذه اشاره مرحله الارتباط في الثمانينات كيف كانت علاقه الجزائر بنظام بوليزاريو في التسعينات كيف اصبحت في الالفينيات راه هناك تطور خطير الناس مابقاش كتعتمد يعني على داك الكلاش كما كنقولوا راه ولات اسلحه لوجيستيكيه يعني الناس كتمول باغا تمول كلشي عارفه بانها كتدخل من الجزائر باغا تمول لا باغا تدخل معاك بحرب بالوكاله هذه تسموها حنا حرب بالوكاله تخيل معايا المغرب كون رد ديك الليله بدات هذه حرب بالوكاله حنا كنعرفوا ذاك الحين كانت يعني كان شويه كياسه طبيعه الحال كانت الحين كانت كياسه من القياده العامه وانه طريتوا شويه وخلوا الامور تخدم مجراها قانوني نعم طبيعه الحال المغربي خصوصا ان بعثه المينوسو كانت متواجده في عين مكان والمغربي بطبيعته مسالم ولكن اياك ثم اياك من الاسد النائم المغرب راه كنسميوه الاسد النائم ماشي انسان كيسد عين ويحل عين ماشي غافلين غير هي مساله ديالش مساله انسانيه هذوك الناس اللي باقيين تحت الحصار كيندوف دوك في كاين ديهم ديروا لهم مراقبه جزائريين راه شادينهم اصاح هذا الاجتماع مؤخرا ما بين يعني القياده ديال العسكر ديالنا حنا وديال موريتانيا واش هذه مساله اعتباطيه حتى دول الجبار راه واخد هادشي بعين الاعتبار دول الجبار جوار عفوا راه عارفه حدودها معنا موريتانيا تكلم عن موريتانيا هنا نتكلم على 1700 كيلومتر ديال الحدود راه جدار امني هذا خلاه الحسن الثاني الله يرحمه واش كان كيلعب راه ما كانش كيلعب عارف وقيتو اللي غنوصلوا عليه راه هو هذا يعني جاي واحد الوقت وهناك امور تجري الان غتخدموا واحد 30 و40 عام اخرى غير هي رسالتنا راه واضحه رسالتنا ما كنهضروش مع بوليزار ولكن كنهضروا مع نظام بائد في الجزائر المخابرات الجزائريه اليه اصبحت كلاسيكيه هي ما اصبحت واضحه اللعب اصبح واضح يعني ملي كتحركي لنا دابا ثلاثه الصواريخ ولا اربعه الصواريخ باش حنا نجاوبوا باش ندخلوا حنا باش حنا اغبياء المغاربه طبيعتهم هما راه اذكياء وفكروا وعاودوا فكروا وكيفكروا وكيحلوا ومنطقوا علاش عندهم قاعده ديال البيانات كبيره غير هي قلت لك تجدر الاشاره الى مراجعه مجموعه من النقاط الاساسيه علاقه البوليزاريو بالجزائر من 80 الى يومنا هذا كيف تطورت وكيف اصبحت الناس راه مابقاوش كيلعبوا في الكلاش وفي مقدوفات ار بي جي ولا في مقدوفات هذه ولاو كيلعبوا في باليستي يعني الناس باغا حرب بالوكاله يعني باغا تدخل معاك في حرب بالوكاله يعني باغا تجيش لك اوروبا عقت بها جرات عليها لا كثير عيات ما تقلب في داك السوق الاوروبيه في العلاقات الدوليه ولكن مع ذلك ما فلحوش هي مشات لك دابا لاتوش نوار ديك لاتوش نوار اللي عندنا حنايا الاشكاليه اللي غتحل يعني في افق ديال 2024 25 غيتحل ما يبقاش هادشي هي بغات تهيج باش تحيي عاوتاني تحيي داك الديسكور القديم داك الديسكور البائد من السبعينات نتمو جايبينو عاوتاني ونمشي راه 30 عام 40 عام اخرى وتزامنا مع كاس العالم يعني القرحه سندرت له القرحه في الانجازات تحقق المغرب مجموعه الانجازات البودره التنميه الى غير ذلك فكتشوف ان الضربه راه ماشي استعباديه اعتباطيه ولا جات يعني عندنا ابناء الشهداء المقاومه في كانت هذه المقاومه دي 21 عام مش تقاوم كاين شي واحد غيقاوم كاين شي واحد غيخلي موبل ويسكت خيمه واش حمق واش كاين شي واحد دابا غادي يسافر على الجمل غيجي للدار البيضاء على الجمل ولا غيمشي لموريتانيا على 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 ناكا وقت راه تطورات قرن 22 يعني الانسان راه طور اليه ديال العيش ديالو ديال الاشتغال ديالو هذا فكنتمنى ان رسالتنا تكون واضحه من منبركم منبر الدار صراحه اللي كيطرق لمجموعه من المواضيع اللي اساسيه يعني التحليل والى غير ذلك فكنتمنى ان الرساله تكون واضحه ومجموعه الاشارات اللي عطينا ان تتخذ بعين الاعتبار. قبل ما ننهي هذا اللقاء الزميل يونس ما كتشوفش بان هذه العمليه اللي قامت فيها البوليزاريو هي كتعلن على القرب
نهايه هذه العصابه الاجراميه الارهابيه؟ حنا كما كنشوفوا الامور كنشوفوها حنايا ماشي داخليا خارجيا، احنا ماشي داخل الزاويه ديال البوليزاريو او ديال النظام الجزائري، ولكن كمواطنين كنحسبوا الخطوات ديالهم والمعطيات والاشارات اللي تيعطيو من خلالها، من خلال التحركات ديالهم، يعني كتخلق كيخليو لي طراز ديالهم. بالنسبه للمساعدات كما كنقول لك، بالنسبه للمساعدات اللي كتجي من الجزائر، راه المواطن المغربي ماشي ضد الانسان تعطيه مساعده، كتبقى مساله انسانيه ياكل ويشرب واحد، ولكن ملي كتوصل مساله الجيش هذه مساله عداء. ملي كنوصلوا مساعدات، مساعدات بالاسلحه راه عداء. ماشي كتجيش صحيح، يعني دخلتي في خانه الارهاب. مساعدات انسانيه مرحبا بها. دخلتي في خانه الارهاب. الناس عزال، الناس عزال في سماره. الان اصبحت الجزائر تدعم الارهاب. دابا ولات كدعم الارهاب. البوليزاريو حنا عرفنا شكون كفاه. فين ماشي ارهابي بغى يتريني على السلاح راه كيجي عند البوليزاريو. علاش؟ راك عارف علاش. الغريب في الامر الزميل يونس، وهذا اخر سؤال. الغريب في الامر هو ان قبل قصف مدينه سماره بل او قبل ثلاث ايام او اربعه ايام، اربع ايام، لا، تم اعلان عن حركه منشقه من البوليزاريو اللي سموا بهم ابناء الشهداء، ابناء المجاهدين، لا الشهداء المسلحه. كيفاش كتشوف بان ربط حدث ديال سماره بان كانت هناك لعبه مخابراتيه ما بين الجزائر والعصابه البوليزاريو، حتى ان لو تم قصف مدينه سماره تكون هناك، فهمتي، تكون بان الحركه المنشقه هي اللي قامت بالعمليات الارهابيه؟ ما فهمتش القصد. ما كتشوفش بان هما كاين واحد التنسيق قبل من قصف مدينه سماره؟ بطبيعه الحال. نعاود السؤال ديالي. بطبيعه الحال. المخابرات الجزائريه او العسكر الجزائري وعصابه البوليزاريو بعد ما تم اعلان عن انشقاق حركه ابناء المجاهدين المسلحين واللي هي انشقت على البوليزاريو، قبل من 400 قبل اربعه ايام خرج المتحدث باسم ديالها اللي كيهدد المغرب. بطبيعه الحال هنايا قلت لك كاين مجموعه من، يعني هو تحل مجموعه من التحقيقات اللي تحلوا من طرف يعني المصالح ديال القياده العامه لقوات المصلحه الملكيه. غير الاشكال اللي مطروح دابا حاليا، هاد التحقيقات هادي كاينه تحقيقات سريه، واش هاد الصواريخ ضربت يعني مورا الجدار ولا قبل من الجدار؟ انا كنطرحو تساؤل. بطبيعه الحال غيكون ضربت مورا الجدار، داك الاسكلافيون موبيل تضرب هنا وتحرك هنا ماشي مشكل. هاد النقطة ديال تسليح هاد الإرهابيين بطبيعة الحال ما غاديش يكون من الجزائر سلحوا هادوك الإرهابيين ضربوا سمارة. بطبيعة الحال كاينة النيابة كتعطى الأمر للبوليزاريو القيادة ديال الإرهابيين، وهذوك هما تيقوموا بالعملية عن طريق بعض العناصر. لماذا؟ راه قلناها في بادئ الأمر، طريقة الإشتغال قلت لك راه كلاسيكية، الإعلان عن انشقاق، حنا ماشي ضد البوليزاريو، حنا ضد المغرب، حنا كذا، ضرب لي زر بي جي، دير فيديو، دير إعلان. الغاية راه عرفناها. الإشكال اللي كاين هو واش غتكون استمرارية ديالها مثل هاد العمليات، هذا هو الإشكال اللي مطروح. يعني كيفاش غنوجدوا حنا راسنا كمغاربه لتقبل الامر، وكيفاش غنوجدوا يعني داك التكتيك ديالنا كما كنقولوا داك التكتيك ديالنا باش نوجدوا لدنا، يعني باش نواجهوا مثل هاد العمليات اللي كانوا مقبلين على كاس العالم. يعني خصها تكون واحد الصرامه في التعامل مع هاد الناس. صراحه كنخطى استباقيه ان المغاربه قاموا حنا تمشي طيه على صعيد مستوى الشرط الحدودي كامل، ولكن هذا غير كافي وغير مجدي. بدينا بالمسائل القانونيه والتقرير ديال المينا الوصول اللي تخدا مجموعه من فيديوهات، مجموعه من صور على المكان مع تحليل العينات ديال المقذوفات. راه ماشي سالا فيلم تماك، فيلم يلاه بدا اش تابعوا. من بعد الاممي ديالنا حنا دار ندوه صحفيه
من بعد المؤتمر ديال الامم المتحده البارح راه عطى مجموعه من الاشارات المغرب راه ما يقدرش يسكت. حنا ما قلت لك ماشي اغبياء، ربما الا كان تصعيد راه حنا غيكون عندنا تصعيد بطبيعه الحال، الجيش غادي يعاود. هذا اكيد، حنا ماشي جبناء باش واحد يهز الصاروخ صعيب عليه وعلى المدنيين، ما غريب. هذا هو المشكل الزمني، كيف يعقل لجماعه تدعي عندك 4 ايام عندك صاروخ؟ نكمل لك السؤال ذكرتيني، خاصني نكمل لك السؤال، كيف يعقل لجماعه ارهابيه تدعي انها تدافع عن حقوق الصحراويين ويتم قصفهم وقتل الصحراويين؟ قصف مدنيين، قصف مدنيين. دابا قلت لك الارتباط الجغرافي راه ما بقاش، راه غتلقى تماك استاذ راه ولد دار بيضاء ولكن دوز تماك واحد 50 عام ولد ولادو ولادو ولدو. انا كيبين بان القرار ولا عنده ارتباط بالارض ولا عنده ارتباط بالارض. دابا الاشكال اللي طرحت لك، قلت لك ها هو 4 ايام ضربك بصاروخ، شهر باش يضربنا بالميراج. انا كنقول لك 4 ايام ضربك بصاروخ، وكيف يعقل يا صاحبي نديروا مقاومه؟ باش تقاوم الرمال؟ كيفاش قتل خوته؟ كيفاش عطيك الضمير ديالك انك 4 ايام تحصلتي التواريخ وتقتل بها خوته؟ 4 ايام تحصلتي على صاروخ، قلت لك حنا راه ماشي اغبياء، 4 ايام تحصلتي في ظرف 4 ايام صاروخ، يعني الا زدتي واحد السيمانه اخرى ولا شهر اخر ضربنا بوقلب بورش بحريه. يعني يتم التعامل مع طريقه تسليح، يعني بطريقه كثيفه وطريقه سريعه. قلت لك طريقه ممنهجه وكلاسيكيه باينه بحال اللي كتلعب معايا على الوضع، على فريق لعبوا معاه مش حال كان عرفوا باش كيلعب، باقي النظام الكلاسيكي باقي كما هو، ما وما غيحرك والو، راه ما زعزع والو، ما حرك والو، بالعكس غير صل الاضواء ديال المجتمع الدولي عليه ولا هاد ولا هاد ولا هاد الارهاب ديالو. دابا وقت المدنيين ولا دابا الاشكال ما بقاش عنده مع المغرب ولا عنده مع الامم المتحده. دابا هذوك التقارير ديال المينورسو مالهم كيتلاحوا، راه كتخدموا على الاعتبار كتحل فيهم تحقيق صاحبي، وراه فيهم اشكال، فيهم اشكال خصوصا كانوا فيديوهات الى غير ذلك، يعني كيوثقوا تكرار التحقيق باقي مفتوح، باقي مفتوح. الخارجيه راه عطاتنا مجموعه ديال الاشارات هي والقياديه قلت مسرح يكون مجموعه من البلاغات، يعني كيتوفروا على مجموعه من الدلائل اللي كدين هذا النظام البائد ديال الجزائر من خلال المخابرات ديالو. غير الغايه قلت لك حنا خصنا نوجدوا راسنا للقدام، يعني مهما كانوا يومين باش تصنت كونفونسيون ديال كاس العالم ضربوا بالصواريخ، يعني ما عندنا واحد الشهر اش غادي يكون؟ ما عندنا عام اش غادي يكون؟ يعني توقع غادي توقع ان المخابره الجزائريه غادا دير خطوه اخرى باش يعني باش ضروري خصها تضرب لك الاقتصاد الوطني والسياح درجه اولى من خلال هاد الحلقات المفرغه اللي متواجده حاليا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.